فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا صليت وقرأت الفاتحة ولم أعلم هل كبرت تكبيرة الإحرام أم لا؟ هل أقطع صلاتي وأكبر من جديد أم ماذا أصنع؟ إذا كان هذا معك دائم فهو وسواس، اتركه. أما إذا كان عرض لك وأنت ما عندك وسواس فإنك تأتي بتكبيرة الإحرام، لأنه ركن ولا بد من تيقن الإتيان بها. أما إذا كان هذا يدوم معك ويعرض لك، هذا وسواس، تتركه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.